الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو الثالث تحليل الجريات. بسم الله. هنا الكيس ستادي اون فاتي تشينج. طبعا الموضوع هنا بنتكلم فيه عن الفاتي تشينج والأمايلودوزيس، تمام؟ والأمايلودوزيس ده الجدول كان سؤال. طيب هنا بيقول لي the lifestyle pattern of healthy person from 20 to 30 years of age are studied، تمام؟ a subset of these persons تمام was obese، ماشي، and has a lifestyle characterized by consumption a large أو a large quantities of pizza تمام and fast foods. طيب fast foods معروف إنه في دهون كتير، with very little physical exercise، little physical exercise. طيب which of the following issue change is most likely to develop in this subset of persons as a consequence of this lifestyle. هو بياكل بيتزا وفاست فود وهو تخين وممكن يحصل له ايه؟ fat change of liver. طيب which of the following is the most likely to cause this change او to cause this change. ال change ده بيتغير ليه؟ علشان هو بياكل فات كتير، فهي هاي فات دايت، الدايت بتاعه مليان فات. طيب the mechanism that underlying the condition is الميكانيزم اللي بيخلي الحاجة دي تحصل اللي هي الفات تشينج أو الليفر فات تشينج. قال لك اللي هو increase amount of fatty acid entering the liver. طبعا هي دي الحاجة اللي خلت الليفر يحصل فيه فات تشينج، اللي هي كمية زيادة كمية الفاتي أسيد اللي داخلة الليفر. طيب هنا السؤال اللي بعده بيقول is this pathological condition reversible or irreversible؟ اقول له هي reversible، الفاتي تشينج في الليفر reversible، تمام؟ ممكن تبقى سيفير وتبقى irreversible، بس هي reversible at general يعني. If this condition is reversible how to reverse it؟ هتعملها ازاي دي انك ترجع الكبد تاني؟ اقول له low diet of fat، low diet of fat يعني اقلل استهلاك الدهون، low diet of fat او اقول له low fat قلل دهون. طيب if this pathological condition is reversible will it become irreversible؟ ممكن هي فعلا reversible، ممكن تتحول ل irreversible ويحصل liver fibrosis، يحصل ليفر فايبروزيس. وفرق لي بين ليفر فايبروزيس والحته الثانيه اللي اسمها ليفر سيلولوزيس، تمام؟ السيلولوزيس السيلولوزيس بيحصل الهيباتايتس والفيرال انفكشن. طيب اما الفايبروزيس بيحصل لما الفات تشينج الريفرسبل تتحول لريفرسبل تشينج، تمام؟ طب انا بعالجها ازاي؟ زي ما قلنا كده باللو دايت اوف فات او لو consumption of fat. طيب السؤال اللي بعده يقول لي if this condition is reversible قلناها اللي هو تخليه ازاي reverse it اللي هو عن طريق consumption of low fat او diet with low fat. طيب هنا بيقول لي if the pathological condition is reversible نفس السؤال الثاني مالك يعني لو هنا بيقول لي condition reversible how to reverse it، اما if the pathological condition is reversible will it become irreversible؟ هتبقى irreversible لما يحصل ايه؟ هيحصل fibrosis تشيبل اللي هو liver fibrosis. يبقى هنا اكتب له liver fibrosis، هنا اقول له low diet of fat. طيب الكيس اللي بعديها انا بيقول لها 48 year old western man ماشي has a history of chronic alcohol abuse، كان بياخد كحول كتير chronic alcohol abuse. He is still able to perform work at his job. تمام. He has had no major illness. تمام. On physical examination there was mild liver enlargement. الكبد كبير شوية بصار. Laboratory investigation saw mild elevated liver enzymes. الليفر انزيم بتاعته عالية. في عنده fatty change أو ممكن عنده hepatitis virus وكده، بس أنا هنتكلم عن fatty change. هو ده متوقع. On the performing examination before the liver donation طبعا لما عملنا له اون بيرفورمينج اكزامينشن بعض الفحوصات عشان نشوف حته التبرع بالليفر، هل هو يعمل ليفر دونيشن تو هيز بروزر عايز يتبرع بجزء من الكبد لاخوه. الليفر بايبسي ووز اكزامينت، فحصنا الليفر بايبسي لقينا الباثولوجيست بقى لاحظ نوتد
which of the following finding on microscopic examination هيلاحظ ايه؟ هيلاحظ هو بيستهلك بيشرب كحول والليفر متضخم شويه فغالبا عنده فاتي تشينج. هيلاحظ ان السيتوبلازميك فاكيول فورمت اوف ليبيد، السيتوبلازميك فاكيول فيها ليبيد كتير، السيتوبلازميك فاكيول فورمت اوف ليبيد، ان هو شخص مدمن على الكحولات، الكحولات بتعمل فاتي تشينج الليفر، وفي كمان ميلد انلارجمنت بالفعل، ليفر انزيم هاي ليبيتد. يبقى عنده سيتوبلازميك سيتوبلازميك فاكيولز فورميد اوف ليفر. طيب ذا جروس الجروس مورفولوجي اوف ذا ليفر ان ذيس كيس از اكسبكتد تو شو، طبعا اللارجمنت ويبقى يولو كولوريشن، لو اللارجمنت متضخم وفي يولو كولوريشن ده في حاله الفاتي تشينج. وات از ذا سبيشال ستين يو ريكومند تو ستين ذيس ليفر سكشن ان ذيس كيس؟ ممكن بالبلاك بالسودان بلاك، سودان بلاك اللي اسمها سودان 3 او سودان بلاك، تمام سودان 3 او سودان بلاك، او الصبغه الثانيه اللي اسمها الاير ريد او، اير ريد او سودان بلاك اللي هي سودان 3. which are the complications expected to occur if the patient continue his life؟ ممكن ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل ليفر فايبروزس، اللي هي ليفر فايبروزس وليها اسم ثاني انا مش عارف الازرق ده موجود في الحل، فطيب انا ابدا يبقى ليفر فايبروزس، يحصل ليفر فايبروزس، او الثانيه اللي هي امباير سيلولار فانكشن، يحصل امباير سيلولار فانكشن يعني خلايا الليفر ما تبقاش عارفه تقوم بالوظيفه بتاعتها كويس، وممكن نقول عليها ليفر فايبروزس. كلمه امباير يعني ضعيفه، وظيفه ضعيفه مش كويسه، يبقى امباير سيلولار فانكشن او ليفر fibrosis. طيب what are the cases of fatty change of fatty liver؟ ايه الحالات الثانيه اللي ممكن تعمل fatty liver؟ قال لك الاوبيسيتي ممكن تعمل، البروتين مال نيوتريشن انه يكون بياكل بروتين قليل فداخله في جسمه مين؟ ليبت كتير، زي حالات الاستارفيشن مفيش بروتين كتير، وحالات الاوبيسيتي قلناها اللي هي السمنه، حاله الهايبر لايبيدينيا انه الليبت يكون كتير في الدم. طيب حالة التوكسين، بعض السموم، حالة الديابيتس مايليتس مرض السكر، الفيرال انفكشن اللي بتكون في الليفر سبيشال يعني، السايد افكت اوف سم دراجز برضه يعمل ليفر تشينج ويخليه يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه فاتي تشينج في الليفر، والفاتي تشينج في الليفر ده ممكن يتطور يبقى ليفر فايبروزس. ندخل على الكيس اللي بعده اللي بعدها يعني، and 82 year old male راجل عجوز is brought to the physician by his wife because of memory problem، عنده مشاكل في الذاكره. طيب which is getting worse in associated والذاكره بتاعته دي بتسوء associated with personality change، وشخصيته كانت تحس البرسوناليتي حصل فيها change and diagnosed as Alzheimer، وتشخص انه عنده الزهايمر. يبقى هو كده عنده memory problem which is getting worse associated with personality change and diagnosed as Alzheimer، وعنده الزهايمر كده تمام. No history of head trauma، مفيش خبطات ولا حاجه في دماغه، or cardiovascular disease ولا مشاكل في القلب. examination exclude any CNS neoplasm، مفيش نيوبلازما CNS، مفيش تيومر. Which of the following proteins is suspected to be ديبوسايتد ان ذا برين كيزنج هيز ديمينيشيا، اللي سبب له الخرف واللخبطه دي كلها هو مين؟ هو الاميلايدوزس. الاميلايدوزس قلنا في حالات مين؟ يبقى الديمينشيا دي جات بسبب الاميلايدوز، قلنا في حالات بيجي في حالات الزهايمر اللي هو اميلايد بروتين، يبقى الاميلايدوزس او الاميلايد بروتين حصل له ديبوزيشن في البرين، حصل له ديبوزيشن في البرين عمل الزهايمر اللي هو الاميلويد بروتين. طيب هنا if we examine البرين اوتوبسي بعد ما مات يعني of a similar case او لحاله ثانيه مش هو اللي مات ماشي. Which of the following is the best histo chemical stain to confirm your diagnosis؟ وعايز الهيستو كيميكال ستين اللي اصبغ بيها الاميلدوزس هي الكونجوريد. الكونجوريد الكونجوريد دي حته مهمه، حاجه مهمه يا دكاتره. الكونجوريد دي سبيشال ستين
او هيستوكيميكال ستين. هيستوكيميكال ستين لمين؟ للاميلويد بروتين. الاميلويد بروتين، فالاميلويد بروتين استخدم له الكونجو ريد. كونجو ريد دي تعتبر هيستو كيميكال ستين. هيستو كيميكال ستين ان هو حاجه بروتين، فهيستو تمام، وكيميكال عشان هي بتحصل رياكشن، كيميكال رياكشن مع، يبقى هيستو كيميكال ستين وهي الكونجو ريد. طيب وات ار ويذر ميثود ذات يو ماي نيد تو ديتكت البروتين ده؟ الطرق الثانيه اللي بقدر اعرف بيها ان البروتين ده موجود، ممكن اصبغ بالهيماتوكسيلين عند ايوسين الاقي لون احمر باهت، او بالكونجو ريد دي اللي هي لسه جايه لها هو اللي هي تدي اورانج ريد، برتقالي محمر كده. اما لو الاحمر باهت يبقى انت صاغ بالهيماتوكسيلين، برتقالي ومحمر كده يبقى انت صاغ بالكونجو ريد اللي هي هيستوكيميكال ستين. طب الميثايل فايوليت ينفع برضه، الميثايل فايوليت يدي لون روز كده، لون وردي، وردي اللي هو احمر يعني زي ده زهر عشان اللون الروز، هو الروز شبه ده شوية تمام. يبقى الميثايل فايولت يدي روز ريد. طيب الاميونو هيستوكيمستري برضو ممكن استخدم الاميونو هيستوكيمستري عشان افحص يعني التفاعلات الكيميائية اللي تثبت البروتين ده او الانتي بودي المضادة للبروتين ده، وممكن استخدم برضو الالكترون مايكروسكوب، ممكن استخدم الالكترون مايكروسكوب او الاميونو هيستوكيمستري او الصبغات اللي هو هيماتوكسيوسين بالريد، الكونجو ريد يدي اورجان اورانج ريد، اما الميثايل فايوليت هيدي روز ريد، كلهم احمر بس مره يكون بايت مع الميثايل والايوسين، اورانج لما يكون كونجو ريد، وروز لما تكون ميثايل فايوليت، حتى هي فايوليت هو روز قريب مع الفايوليت اصلا، اما هي ريد فريد غامق يعني اورانج ريد. هيماتوكسيوسين برضه بيل ريد، ده بروتين هيتصبغ طبعا. البروتين بيحب ايه؟ البروتين في الاصل عباره عن ماده قاعديه، هو يتصبغ بالايوسين اكتر اللي هي بتدي اللون الاحمر اللي هي الحامضيه، عشان كده ادى الاحمر، ولكن بيل شويه عشان هو بروتين ضعيف او قلويته ضعيف. طيب هات الكيز اللي بعديها، الكيز الرابعه يعني هنا بسم الله. 32 يير اولد فيميل بيشنت بريزنتد ويز سولاتري ثايرويد نوديول، يعني في مشكله كده في الثايرويد، فيها نديول حته منفوخه تمام. السيرجيكال اكسجن ووز دان، عملنا لها سيرجيكال اكسجن يعني شلناها، دان اند ذا نديول ووز سنت فور هيستو باثولوجيكال اكزامينشن، اديناها للدكتور الهيستو باثولوجيكال اكزامينشن، ذا هيستو باثولوجيكال ريبورت انديكيتد ذا بريزنس اوف مالجنان ثايرويد تيومر. يبقى هو الدكتور بقى بتاع الهيستوباثولوجي او بتاع الباثولوجي اللي هو الباثولوجيست يعني اكتشف انه في مالجنانت ثايرويد تيومر. طيب بيسموها الميدالري كارسينوما، ميدالري كارسينوما لانها جايه في الثايرويد، ميدالري كارسينوما. ان ذا ريبورت ذا ستروما اوف ذا نيو بلازم، مجموعه من النيو بلازم كده، ووز ديسكرايبد از هافينج هيموجينوس بينك ماتيريال، عندهم هيموجينوس متماثل يعني بينك ماتيريال از سين از الهيماتوكسيلين ستين سيكشن تمام. طبعا ده في الامراض والاورام والحاجات دي، في الثايرويد بيكون حاجه كده بينك ماتيريال او بيل ريد يعني مع الهيماتوكسيلين والايوسين في السكشن، فده الاميلويد بروتين برضه، الاميلويد بروتين تمام ماشي. طيب هنا بيقول لي ذا باثولوجيست اكزامين ذا سلايد اندر البولاريزد لايت، تمام البولاريزد لايت. What was the color of this substance؟ لو انت اشتغلت بالبولاريزد ايه اللي هيحصل؟ هتشل تلاقي قدامك جرين باير فرينجنس تمام؟ يبقى الضوء المستقطب اللي هو بولاريزد بول يعني كود، بولاريزد يعني مستقطب. البولاريزد لايت ده هيظهر اللون بتاع الاميلويد جرين، يبقى اللون جرين. اما الكلمه الثانيه دي اللي هي بايري فرينجنسس، بايري فرينجنسس معناها الانكسارات الموجيه اللي حصلت بسبب اللون الاخضر، يبقى جرين بايري فرينجنسس تمام، يعني انكسارات خضراء كده. طيب الكيس اللي بعدها الكيس الخامسه، 59 يير اولد ميل بيشنت سافرد فروم باراليجيا، تمام عنده مشكله اللي هي مشكله باراليجيا وعمل
معلش ابتدى اعلق المايك. ماشي، هنا 59 تمام year old male patient suffered from الباراليجيا دي بتاعته. طيب and the MRI يعني الأشعة بتاعت الرنين المغناطيسي revealed the presence of D8 mass، هنا كتلة كده بنسميها D8. خلي بالك كلمة باراليجيا معناها شلل نصف، باراليجيا دي معناها شلل نصف. after excision لما شلنا الحتة الكتلة دي الميكروسكوبيك examination diagnosed the condition as multiple myeloma أو multiple myeloma يعني سرطان في الجلد، multiple myeloma ده malignant tumor. the kidney was enlarged الجنة الكدني متضخمة bilaterally الورا كده وعلى الجنب with disturbed kidney function test وفي مشاكل في الكدني function test. خدنا منها بايوبسي، البايوبسي of the kidney showed deposition of amyloid protein الجنة فيها الامايلويد بروتين تمام. طبعا في مشكلة تاني the glomeruli بتاعتها يبقى هنا الأميلويد بروتين ماشي ده كان في الكلية والجلوميوراي الجلوميولاي تمام أو جلوميريولاي and wall of tubules بتاع السرين الجلوميولاي والول of التلبيول of التلبيول دي متأثرة كل ده في النفرون كده في الكلية. The type of amyloid protein in this case بي ايه هو اللي هو كده amyloid بروتين. طيب احنا اتفقنا اصلا عليه ان هو هيبقى طالما في الكليه وليه علاقه بالميلوما او سيبك من حته الميلوما هو في الكليه عموما ومؤثر على الجلوميولاي بتاعت الكليه السيل وول بتاعت التيبيول يبقى هو الامايلويد اللايت تشين الامايلويد اللايت تشين تمام. يبقى الجلوميريولاي دي والوول بتاعت التيبيول تأثر بسبب الأميلويد لايت تشين الحفظ. Which of the following features is not expected to be present on growth examination of the kidney. لو انت بالنسبة للكدني شكلها في العين فهي حاجة not expected حاجة مش هشوفها ممكن ألاقيها كبيرة ممكن ألاقي ملمسها أو منظرها شمعي لونها مصفر containing multiple small nodules لا هي ما فيش small nodule يعني ما فيش سرطان في الموضوع أو ما فيش nodule عليها هي اصلا كل اللي فيها شويه فاتت شينج مأثرين على النفرون من جوه مفيش حاجه من بره تمام فما فيش السمول ديول دي تمام. وهتقول لي ان الحاله كان عندها سرطان اقول لك مايلوما في الجلد ما كانش وصل مفيش ميتاستس في الكدني هي فيها بس الامايلوما. طيب الكز وممكن يحصل فيها ميتاستس بعدين ملناش علاقه المهم ان هو مفيش مالتيبل سمول ديول دي. طيب رقم 6 او الكيس الثالثه يقول لي 25 يير اولد ميل patient suffered from long history of rheumatic heart disease rheumatoid يعني أثر على القلب with history of mitral valva stenosis الميترال أو الميترال valva stenosis تمام. طبعا كده mitral valve stenosis يعني ضيق يعني الفالفا أو الفالف السمام المترالي ده الميترال فالف ده فيه ستينوزس يعني ضيق شوية. last month يعني اخر شهر he underwent valvular replacement هنعمل له valvular replacement في ده السمام ده بشكل جراحي. the removed mitral valve showed white gritty patches جينا بعد ما شلناه الفالفا ده جينا عليها white gritty patches كده تمام يعني حاجة بقع كده مرملة شوية ولونها ابيض. As seen in the figure زي اللي ظهر في الفيجر دي تمام ماشي مش ظهر قوي يعني في الفيجر بس هو في بقعة كده عليه ده صمام خلي بالك يعني حتة في الجيم مش فاكرة ماشي باتشز. As seen in the figure طيب what is the nature of these patches and what was the pathogenesis for this formation. طيب الباتشز دي او الترسيب اللي حصل هنا وحصل نكروزس فحصل ترسيب للكالسيوم تمام. انا اقول ده كالسيوم ترس ده كالسيوم ترس يبقى النقط البيضة دي غالبا قلت لك انا الكالسيوم حجر لون ابيض يبقى هو كده هنا الباتشز دي بسبب الكالسيوم
يبقى هنا الباتشز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كالسيوم. تمام. طيب الباثوجينيسيس حصل عملية اسمها ايه؟ ديستروفيك كالسيفيكيشن. ديستروفيك كالسيفيكيشن، تمام. الكالسيفيكيشن ليه نوعين، ديستروفيك كالسيفيكيشن اللي هو يحصل في الاورجان دي، وفي نوع تاني من الكالسيفيكيشن اللي الميتاستس كالسيفيكيشن بيحصل في المالجنم غالبا. الميتاستس كالسيفيكيشن مع المالجنم، الديستروفيك كالسيفيكيشن اللي بيحصل في الاعضاء دي وحاجات كتير، تمام. طبعا الديستروفيك كالسيفيكيشن ما يحصلش غير لما يكون التيشو نفسه حصل فيه دامج او نكروزس، لانه لو التيشو كان سليم وتغير ولا يحصل فيه ميتاستس، ميتاستس بنسموه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، ما ده في النكروزس بعد ما خلصنا. هنا طبعا نفس السؤال، الكيس السابعه، 75 year old male complaining of urine retention، عنده احتباس بول يعني، تمام. examination revealed diffusely enlargement بروستاتا، يعني البروستاتا عنده كانت متضخمه، enlargement بروستاتا اللي هي هنشوف ده بقى بيناين ولا مالجنت مالناش علاقه. the patient had بروستاتكتومي، بروستاتكتومي، البروستاتكتومي دي اللي هو تشيل البروستاتا يعني، and the prostatic specimen was sent to the histopathological examination as you seen in the figure the arrow refer to. الشكل ظهر كده، البروستاتا ظهر كده، طبعا دي فيها اميلويد، تمام. بص كده الكوربولا او الكوربورا اماليسيا دي، او اماليسيا كوربورا اماليسيا دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن نوع من الاميلويد ديبوزيشن بيحصل في البروستات. يبقى اي لما يقول لي بروستات وعايز الديبوزيشن اللي حصل فيها، الاميلويد ديبوزيشن اللي حصل فيها، اقول له هي الكوربورا اماليسيا، كوربورا اماليسيا، تبقى شغاله في الابيثيليوم كده بتاع البروستاتا. طيب ننزل تحت شويه، هنا بيقول لي اسئله ام سي كيو اون ذا فيرست ليكتشر، فيرست ليكتشر هنا يعني في الاسبوع ده يعني، اللي هي كلاودي سويلينج، كلاودي سويلينج والهيدروبيك ديجنريشن والفات تشينج، بيسال عليهم كلهم. ماشي حلو خالص، كلاودي سويلينج والهيدروبيك degeneration والفات تشينج، تمام. طبعا كلمة hydrophobic degeneration يعني swelling الخلية، الخلية دخلت فيها ما كتير، وغالبا cloudy swelling بتحصل كريسبون في السيل انجي. تمام ننزل بس هنفهم الكلام ده بعد هنا. which of the following statement is true for the hepatic stasis، تمام، اللي هو الدهون يعني الستياتوزس، الستياتوزس يعني تكيس الدهون، الستياتوزس اللي هو تكيس الدهون. may progress to hepatic fibrosis، ايوه الاستياتوزس، الاستياتوزس اللي هو الفات تشينج، الاستياتوزس ده اللي هو hepatic status او فات تشينج، ممكن يعمل hepatic fibrosis زي ما قلنا. cellular swelling of fat change is an example of، بص swelling معظم السويلينج وفي الفات تشينج بيبقى reversible injury، reversible injury، تمام. ممكن يتحول لريفرسبل وفايبروز وكده، بس هو في هو طالما فات تشينج يبقى ريفرسبل. طيب التايجريد افكت اوف هارت از سين ان، التايجريد افكت اللي بيجي في الهارت ده ملوش علاقه بالاميلدوز، ملوش علاقه بالاميلدوز عشان محدش يتلخبط فيها، هو ليه علاقه بالفات تشينج. الفات تشينج هو اللي بيعمل خطوط النمر اللي بتبقى على القلب، شبه شبه الخط اللي بيبقى على النمر. يبقى التايجريد افكت اوف هارت از سين ان فات تشينج، تايجريد افكت اوف هارت از سين ان فات تشينج. طيب الكلاودي سويلينج از كاركترايزد باي، الكلاودي سويلينج ده كاركترايزد باي ايه؟ ووتر اكيوميليشن في السيل، كلاودي ناتج من ايه؟ من ووتر اكيوميليشن. فات تشينج اللي بيعمل التايجر في الهارت. طيب الكلاودي سويلينج عباره عن ووتر اكيوميليشن في السيل، ووتر اكيوميليشن في السيل بنقول عليها كلاودي سويلينج، تمام. السؤال اللي بعده يقول لي الليفر افكتد باي فات تشينج از كاركترايزد باي، بلاقي فيه سيجنت رينج سيلز. طبعا الفات تشينج قلت لك انا
هنلاقي فيها سجن سترينج سيلز، ان الليمت بيدوب وبتفضل النواة على جنب كده وبتبقى عاملة زي الخاتم كده، تمام؟ لا حتة فص كده والباقي خاتم، يبقى ايه؟ سجن سترينج سيلز تحت الميكروسكوب الكلام ده، الفاتي تشينج بتاعت الليمت. طيب هنا بيقول لي الفاتي تشينج عبارة عن ايه؟ او موجود فيها او معلومه صح، هو الريفرسبل ولا هو ريفرسبل؟ قول لي كيور ان ذا ليفر، لا ممكن يحصل في العرض كذا مكان ثاني. داز نوت امبير سيل فانكشن، لا هو بيعمل امبير سيل فانكشن ولكن بيعمل دي امبير. طيب ديو تو جيناتيك ديفكت ان ميتابوليزم، ملوش علاقه بجيناتيك ديفكت ان ميتابوليزم، هو اصلا عباره عن ايه؟ انه الدايت يحتوي على هاي فات، هاي فات دايت، تمام؟ هو كومن ان دايابيتكس، الدايابيتكس ايوه هم الدايابيتك دول، الدايابيتك بيبول او الدايابيتكس بيبول عندهم معرضين اكتر لحدوث الفاتي تشينج، تمام؟ تمام. بص انا هقف الفيديو اكمل تاني، اخد بريك كده يعني، اللي هو هنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد الفيديو الثالث، الفيديو الثالث تكملته، تمام؟ عشان انا وقفت الفيديو وكملت، وهحاول اتجمد في بعض وافتحهم. طيب هو هنا ام سي كيو اون ذا سكند ليكتشر، اللي هي الاميلويدوزيس والهايلاينوزيس والباثولوجيكال كالسيفيكيشن، تمام؟ يبقى الاميلويدوزيس اللي هو ترسيب الاميلويد، والهايلاينوزيس تمام هايلاينوزيس اللي هو الباثولوجيكال كالسيفيكيشن، تمام؟ طيب هنا ده طبعا ام سي كيو مش كيزس، ماشي. هنا الرينال اميلويدوزيس which of the following is a site of amyloid deposition. السايت اللي بيكون البيزمنت ممبرين بتاع التيوبيول، اللي هو البيزمنت ممبرين بتاع التيوبيول وبتاع تحديدا كمان الكوليكتنج تيوبيول او الانابيب الجامعه دي من المحاضره. البيزمنت ممبرين اوف كوليكتنج تيوبيول هي اللي بيحصل فيها الديبوزيشن بتاع الامايلويد. طيب ذا لامينيتد ايزينوفيليك ماتيريال از نوديولار بروستاتيك هايبربليجيا، بيسموها ايه دي؟ بص بروستاتيك هايبربليجيا لما يحصل فيها امايلويد بروستاتيك، يعني بص كده هو بيقول لك اللامينيتد على اليومين يعني حاجه ابيثيليال زينوفيليك، يبقى فيها زينوفيليك ماتيريال، تمام؟ ده الكلر بتاعها زينوفيليك، تاخد اللون الاحمر شويه يعني اللي الريد ده، يفكرك بمين؟ يفكرني بالامايلويد برضه. طيب ماتيريال النوديولا في مين؟ في النوديولا بروستاتيك هايبربليجيا، ده مين؟ ده الاميلويد ديبوزيشن في البروستاتا اللي هو بنسموه الكوربولا اميليسيا، تمام؟ كوربورا اميليسيا، ده هي دي الاجابه الصحيحه، مش قلبي كان اميليسيا من الاميلويد. طيب هنا الديستروفيك كالسيفيكيشن از موست كومنلي اسوشيتد ويز، طبعا الديستروفيك كالسيفيكيشن قلنا مع نكروزيس، يبقى مع النكروزيس، تمام؟ هنا بيقول لي الاميليدوزيس كود اسوشيتد ويز، الاميليدوزيس يبقى كود اسوشيتد ويز انفلاماتوري بويل ديزيز، تمام؟ ممكن يحصل مع، وده مرض في الامعاء، بيحصل في الامعاء انفلاماتوري بويل ديزيز، مرض بيجي في الامعاء كده بيبقى اسوشيتد ويز مين؟ ويز الاميليدوزيس او الاميلويد ديبوزيشن. هنا البرايمري اميليدوزيس اوكيور ان البرايمري، كنا احنا لما خدنا المحاضره كان مديني اكزامبل عليه اللي هو المالتيبل مايلوم، تمام؟ اللي هو الاسكان مايلوم. طيب يعني المالتيبل مايلوما بيحصل فيها برايمري اميليدوزيس، تمام؟ مش علاقه بالتي بي ولا الهوجيك الليمفوما كورينيك اوستومايلايتس ولا الميدلري كارسينوما او السيروم، ماشي؟ كورينيك اوستومايلايتس اللي هو التهاب العظم يعني، استومايرات التهاب العظم. اما البرايمري اميلويدوزيس عموما بيحصل في المالتيبل مايلوما. طيب فينكارز ديجنريشن از ان اكزامبل اوف ذا هيالاين تشينج، يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيالاين تشينج. تقريبا معظم الاسئله اللي بتكون ام سي كيو بتبقى حفظ، علشان كده بتبقى يعني لا عارف المعلومه ولا ما عارفهاش، على عكس الحاله ممكن تكتبها شويه وتطلع المعلومه. هنا زنكر دي جنريشن دي اكزامبل للهيالاين تشينج، زنكر دي جنريشن دي اكزامبل للهيالاين تشينج، تمام؟
هنا a mass was removed from the uterus of 40-year-old patient man. Histopathological examination diagnosed it as leiomyoma. ده كده benign tumor leiomyoma وجاء في اليوترس. طيب ال homogeneous pink area are seen. homogeneous pink area البنك اريا دي بتظهر معايا في الاميريدوس احيانا وبتظهر في كذا حاجه. طيب يبقى هو هيموجينوس بنك اريا ار سي ان مايكروسكوب اكزامينشن ذات ريبريزنت اريا اوف. طيب نص كده احنا كده هنحتل ما بين اثنين ما بين الاميريدوزس والهايلاين تشينج. بص انت النوع الورم نفسه اللايوميوما وجاي في اليوترس. اللايوميوما وجاي في اليوترس ده كان مديهالي اكزامبل هو او كان ذكرهالي كده لما كان بيشرح الهيالاين تشينج. هي الاجابه هيالاين تشينج. تمام. طيب يبقى كده ايه الهيالاين تشينج. بص انا وقفت الفيديو معلش وير ذات تايم. بص كده الهيالاين تشينج ده عباره عن اي يخلي تغير كده بيحصل في التشو يخلي التشو كلهم واخدين لون كده هيالاين تحسه شفافي او زجاجي شويه. ده بيحصل في اورجن كتير كان مديني منهم هو اللايوميوما لما بتحصل في الرحم وكمان ناكد لي حته البنك اريا اللي ظهرت دي. تمام. فده يفصل لي عن الاميريدوس اللي ما ذكرليش عنها امس. طيب هنا which of the four which is true regarding the metastatic calcification. المتاستاتيك calcification ماله ده؟ قال لك ميا كيور ان ديشن تويز ديفيوز سكيليتال ميتاستس. اه هو الميتاستاتيك بيحصل في غالبا في الحاجات اللي فيها ميتاستس. تمام. ميتاستاتيك ميتاستس. تمام. هنا بيقول واتش ذا فولوينج از ان اكزامبل اوف ذيس دايست ديستروفيك كالسيفيكيشن. ديستروفيك كالسيفيكيشن بيحصل في حالات كثيره ماشي ومنهم اللي بيأثر على القلب ويعمل حاجه في الفالو بتاعت القلب اسمها كرونيك ريوماتيك فالفولايتس. اكزامبل على الديستروفيك كالسيفيكيشن هو الكرونيك ريوماتيك فالفولايتس الالتهاب اللي بيحصل في الفالفا الفالفات اللي في الجلد اللي هو الصمامات. وده التهاب اسمه الالتهاب تبع روماتيزم روماتيك فالفولايتس. تمام. ويكون كرونيك بيحصل فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن ماشي عشان الخلايا بيكون فيها ميكروبس. ماشي. Thank you. هنا بقى adaptation of cellular growth and differentiation. Adaptation of cellular growth with differentiation. ماشي. تمام. Which of the following is true as regard hyperplasia. Hyperplasia. يعني hyperplasia يعني الخلايا تزيد في النمبر. Hyperplasia. يبقى defined as increased cell number. يبقى الhyperplasia increased cell number. طب الهايبرتروفي increase cell volume. طيب proliferation increase cell volume more. cell number. proliferation يعني cell number. hyperplasia cell number. hypertrophy يعني increase cell volume trophy. تمام. يبقى hyperplasia defined as increase the cell number. طيب which is the following is a character of atrophy. الاتروفي may result from a diseases of organ. ممكن الاورجان يكبر او يتنفخ كده عشان في ديسيز في مرض. يبقى may result from a disease of organ. تمام. نبقى تاني السؤال ده وتشوف the following is a character of atrophy. الاتروفي طبعا ده ممكن يجي بسبب مرض disease في الاورجان. طيب complete absence of an organ is called absence يعني غياب. يعني الغياب الكامل لعضو بيسموه agenesis. agenesis. تمام. يبقى agenesis. تمام. يبقى كلمة agenesis دي معناها absence of the organ. طيب hyperplasia معناها زيادة في النمبر في السيل نمبر. dysplasia معناها التغيير اللي بيحصل ده. تمام. اللي هو الخلايا تبدأ تتغير كده تبقى خلاص داخلة على سرطان. تمام. بس اسمها لوكال. يبقى لسه ما عدتش البيزمنت ممبرين. اول ما بتعدي بقول عليها مالجنانت. طيب الانابليجيا برضو من الخلايا تبدا تتغير يعني تفقد الديفرنشيشن بتاعها تفقد التميز الخلوي. اول السؤال بيسال بس على الكومبليت ابسنس اللي هو الانجينيسيس. تمام.
agenesis او agenesis ماشي. A change of one type of tissue into another type الميتابليجيا اللي هي one type يتحول ل another type تمام. Hyperplegia as a lesion is hyperplegia تمام. في منها reversible or reversible or او احيانا بتكون precancerous تمام. Precancerous يعني هي لما الهايبربليجيا دي هتحصل طبعا السيل نمبر هتزيد حاجه ريفرسبل كده بسبب مشكله مثلا او ممكن تكون حاجه بريكانسر ممكن تحول لمالجمنت يعني يبقى ريفرسبل او بريكانسر اللي هي مين اللي هي الهايبربليجيا زياده العدد. طيب هنا بيقول لي السيلولار هايبرتروفي اللي هو زياده الحجم ده از اليوستريتد باي زيوتراين مايوميتريان امبريجمنت تمام. الهايبرتروفي زي اللي بيحصل اليوتراين مايومتريا في حاله البريجمنت الرحم بيبقى كبير عشان يستحمل البيبي حاله البريجمنت تمام. واللي بعده الفايبروسيستيك ديسيز اوف ذا بريست از ان اكزامبل. ده الفايبروسيستيك ديسيز كان اكزامبل للهايبربليجيا تمام. الهايبربليجيا برضه تمام اللي هو السيستات اللي بتحصل في البريست ده هايبربليجيا ماشي. Which term is most likely to fit the description of the uterus during the pregnancy؟ قلنا اليوترس في البريجننسي بنقول عليه هايبرتروفي لسه حلينا فوق يعني بريجننسي اللي هو اليوتراين مايوميتريان بريجننسي هايبرتروفي تمام. ده اليوترس during the pregnancy هايبرتروفي. هنا ده أسئلة اللي هو صح وغلط يعني عشان نبدأ بأول واحد. Indicate which of the following are false or true تمام. Atherosclerosis of the coronary artery causes atrophy of the heart muscle as an example of ischemic atrophy صح ولا لا؟ Atherosclerosis ده اللي هو تصلب الشرايين تمام زي اللي بيحصل للكورنري ارتري اللي هو الشريان التاجي لو حصل فيه اتروفي يعني الخلايا زادت في حجم اوف ذا هارت ماسل لو حصل وهو كده تصلب الشرايين هيسبب اتروفي في الهارت ماسل ماشي. As an example of ischemic atrophy ده يعتبر ischemic atrophy لما تصلب الشرايين هيقلل او هيأثر على الدم فده يعتبر بنسموها ischemic atrophy تبقى الاجابه صحيحه تمام. إن كلمة ischemic تبقى في المشكلة في استواء اللي راح القلب. الإندوكراين أتروفي occur in organ which depend on hormonal stimulation. Endocrine atrophy بيحصل في الأورجن اللي فيها hormonal stimulation أيوة endocrine atrophy يبقى صح. هنا بقى الميتابليجيا is defined as transformation of one type of differentiation cells into another type. ميتابليجيا ايوه هي تعريفها اصلا من تايب لانوزر يبقى التيشو من تايب لانوزر تايب اوف ديفرنشيتد سيلز اوف ذا سام جروب هي من الديفرنشيتد سيلز وبتبقى في السام جروب تبقى صح. طيب ديسبليجيا بقى دي ديفايند از ديس اوردر ايبيثيليال سيلولار برو لايف ريشن ماشي هي صح ديفايند ديس disordered epithelial cell proliferation عشان الديسبليجيا بيحصل فيها cell proliferation تمام without loss in uniformity of individual cells. لا هي بيحصل loss يعني بيحصل loss with loss تمام بيحصل loss فقدان للdifferentiation uniformity بتاعت الindividual cells and loss in the architecture اللي هو المهندس يعني اللي هو الاركيتكتشر اورينتيشن اللي هو البناء الهندسي يعني او الترتيب الهندسي بتاع الخلايا as a result of chronic irritation or chronic inflammation ممكن يحصل فيها chronic inflammation او chronic irritation. لكن الحته اللي خلت الموضوع غلط اللي هي without loss لا هي with loss تمام عشان الخلايا هتفقد اليونيفورميتي of individual cells بتاعتها هتتحول لنوع تاني لانه اصلا الديسبليجيا تدي على سرطان يعني بعدين شوية تمام.
الإجابة هنا false. طيب هنا بيقول الهايبرفليجيا of the bone marrow after الهيموريج is an example of mean of الكومبنستوري يعني تعويضية كومبنستوري هايبرفليجيا. أيوة ما هو هو نزف عشان كده البون مارو بيحاول يحصل فيه هايبرفليجيا علشان تزيد عدد الخلايا علشان يعالج نقص الدم اللي حصل. يبقى ده تعويضي كومبنستوري هايبرفليجيا. تمام هي معناها كومبنستوري هايبرفليجيا. تمام يعني تعويضية. السؤال اللي بعده الهرمونال هايبرفليجيا is best seen in senile بروستاتيك هايبرفليجيا. هي البروستاتيك بتتأثر بتتأثر بالهرمونات صح؟ وكلمة سينايل يعني مع التقدم في العمر أو شيخوخي يعني مع الشيخوخة. سينايل بروستاتيك هايبرفليجيا due to disturbed androgen estrogen ratio عشان بتحصل لخبطة مع التقدم في السن. يعني سينايل بروستاتيك هايبرفليجيا يعني شيخوخة البروستاتا يعني due to disturbed أندروجين للإستروجين ريشيو بتحصل لخبطة بينهم. الإجابة صح. تمام لأن دي هرمونال هايبربليجيا. طيب الكارسينوما إنسايت. كارسينوما إنسايت is characterized by several أو severe epithelial atypia with invasion of the basement membrane. خلي بالك من حتة. بص هي invasion of the basement membrane فيها عيب. هو ما يحصلش invasion للبزمت ممبرين يعني هي صح كله لكن ما بيحصلش invasion للبزمت ممبرين لأنه بيقول لك كارسينوما in time. تمام بس كده يعني هيحصل اتيبيا عادي. اتيبيا يعني تسيب الطيب بتاعها تتغير لخبط. كارسينوما in time لكن في السايت يبقى ما يحصلش invasion. اللي بعده ما يحصلش invasion للبزمت ممبرين يعني. طيب تريوماتيك ميسايت ميوستوزيس. تمام اوستوفيكيشن تريوماتيك او تروماتيك ميوسايتس اوستوفيكانت از ان اكزامبل اوف ميزوثيليال ميتابليجيا. الاجابه هنا غلط علشان ده حاجه وده حاجه. يعني بص كده اللي هو التريوماتيك ميوستازيس اوستوفيكيشن اوستوفيكانت. تمام او تروماتيك مايوسايتس اوستوفيكانت اوستوفيكانت دي عباره عن التهاب بيحصل في العضلات. يعني التهاب بيحصل في العضلات وبيخليها تتحول لعظم من خطه مثلا حصلت في العضله فتحولت لعظمه. يعني تكونت عظم في مكانها بيسموها تكوين العظم الانسجه الرخوه. يعني فاهمني دي عضلات رخوه تكون فيها عظام. هل ده اكزامبل للميثيليال ميتابليجيا للميزوثيليال ميتابليجيا؟ الميزوثيليال دي خلايا بتبطن التجويف مش عضلات. لما يحصل فيها ميتابليجيا بتتحول من نوع لنوع ماشي من نوع لنوع ماشي لكن ملهاش علاقه بالعضلات. تمام يعني ميتابليجيا صح بس ميزوثيليال دي غلط. الاجابه غلط. تمام السؤال اللي بعده هم اللي هو التعويض يعني الكومبنساتوري هايبرتروفي is seen in الكومبنساتوري دي هايبرتروفي is seen in thyroid organ when one of them is non-functional pathological or pathologically disturbed. تمام or surgical removal. ماشي يعني هو فعلا الموضوع ده اللي هو التعويضي ده اللي هو ان الخلايا يزيد عددها او يزيد حجمها بشكل تعويضي كومبنساتوري هايبرتروفي بتحصل لما يكون مثلا لما يحصل مشكله في العضو. لما يحصل مشكله في العضو وتاثر على الوظيفه بتاعته او حاجه باثولوجي بتربد او حاجه سيرجيكال ريموفد كله ده يخليني اعمل كومبنساتوري هايبرتروفي. سيرجيكال ريموفد مثلا كان عندي كليتين البني ادم في كليتين يعني شلنا واحده فالثانيه تضطر تكبر في الحجم يحصل فيها كومبنساتوري هايبرتروفي. هايبرتروفي نوع كومبنساتوري تعويضي عشان تقوم بوظيفه الاثنين فاهمني وتعوض اللي اتشال. الاجابه صح. مش عارف والله انا قادر افيد ولا مش قادر لكن ده قدر المستطاع. يعني هايبربليجيا is not limited and proceed independently. لا الهايبربليجيا بتبقى حاجه ليميتد. يعني الهايبربليجيا
اللي ممكن تحصل للكليه بتبقى ليميتد. ازاي نوت ليميتد؟ هي ليميتد تمام، اند بروسيس اندبندنتلي، وما تبقاش اندبندنتلي يعني هي بتبقى مع الخلايا عادي تمام، فاهمني؟ وبتبقى ليميتد شويه يعني الخلايا ما تفضلش تكبر 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 هايبرتروفي، هي بتكبر لحجم معين لان هي حاجه بيناين في الاخر غالبا يعني تمام. الاجابه غلط. الكيزس 45 يير اولد افريكان امريكان تمام، اللي هو الامريكي الاسمر ده يعني، مان ويز لونج ستاندنج هايبر تنشن تمام، ديد اوف ستروك ماشي تمام، بوست مورتيم اكزامينشن اوف ذا هارت لما فحص القلب بتاعه، شاود نارو ليفت فنتريكل، لقينا عنده نارو ليفت فنتريكل تمام، ويز انكريز سيكنس ليفت فنتريكل بتاعه نارو تمام، اللي هو البطين الايسر نارو with increased the thickness of left ventricle wall والجدار بتاعه سميك. Section of the left ventricle showed increase the size of myocardial cells. الميوكارديال cells هي اللي كانت حاصلة فيها اللي هو هايبرتروفي يعني. Which is the following X amplified this case، يعني ايه اللي بيوضح الحالة دي انه عنده هايبرتروفي في الخلايا تمام؟ تمام؟ السؤال اللي بعده يقول لي 16 year old girl undergoes radiologic imaging of her abdomen، عملنا لها أشعة على بطنها، and is found to have only one kidney، عندها كلية واحدة تمام. She has been entirely unaware of this problem، يعني هي ما كانتش عندها وعي بالمشكلة دي يعني مش مأثرة معاها. Which of the following terms is most described of this finding؟ organ غايب بالكامل بسميها اجينيسيس، organ غايب absent organ complete absent organ بسميها اجينيسيس تمام. 45 year old woman is investigated for hypertension and is found to have enlargement of the left kidney، لقينا الكدني بتاعتها enlargement كبيره، the right kidney is smaller than normal تمام، والرايت كدني اقل من النورمال. كونتراست ستاديز ريفيل ستينوزس اوف ذا رايت رينال ارتري، لقينا في ستينوزس في الرايت رينال ارتري تمام، اللي بيغذي الكيانين تمام. هنا بيقول لي طبعا بيكمل ذا سايز تشينج ان ذا رايت كدني از ان اكزامبل اوف ويتش اوف ذا فولوينج ادابتيف تشينج، ده عباره عن ايه؟ ده يعتبر نوع من الادابتيف تشينج تمام. بص كده اصلا يعني المشكله كان ان الدم بتاع الرينال ارتري قليل للكليه دي، فحصل لها ضمور نزلت او صغرت في الحجم، اللي هي مين؟ مش الليفت اللي هي الرايت دي رايت كيدني سمولر ذان النورمال تمام. هو بيسال عليها لانه في السؤال هنا بيقول لك الرايت كيدني ده اكزامبل اللي هي التغير اللي حصل فيها الادابتيف تشينج ده، الدم قليل فراح حصل لها ضمور بنسموه اتروفي تمام. اما لو هي زادت في الحجم كنا نقول هايبربليجيا، لكن هي لا حصل فيها اتروفي يعني ضمور او نقصت في الحجم. طيب هنا a 43 year old man has complained of mild burning or burning substernal بين substernal ماشي بين تحت السترنم كده يعني بين فولويد ميلز فور ذا بصريات، بعد ما ياكل ده الموضوع اللي كان سنين معاه. طيب الابرج اي تي اندوسكوبي از بيرفورمد اند البايوبسي ار تيكن اوف ان اريثروميتس اريا اوف ذا ليور اسوفيجس تمام، خدنا حته من الاريثروميتس اريا الحته الحمراء او الملتهبه اوف ذا ليور اسوفيجال ميكوزا، جينا في 3 سنتيمتر 3 سم كده above the gastroesophageal junction there is no mass lesion، مفيش كتل لكن no ومفيش ulcer and no hemorrhage noted، لكن لقينا ان في البيبس اللي خدناها دي showed the presence of columnar epithelial with goblet cells، لقينا مين؟ الجوبلت سيلز. طيب حلو ماشي، which of the following mucosal alteration is most likely represented by this finding، جينا goblet cells او goblet cells وكلامنا epithelium يعني دول جو منين ده حصل كده تغيير في الخلايا من نسيج لنسيج تاني،
يعني ده ميوكوس ميمبرين المفترض، يبقى دي عباره عن ميتابليجيا اللي حصلت. تمام، ننزل السؤال اللي بعده هنا. 38 year old man incurs a traumatic blow to his upper left arm. ماشي، he continues to have pain and tenderness. يعني كان في المكان ده فيه ألم. تمام، تحت دراعه كده عند to his upper left arm. upper left arm اللي هو دراعه الشمال يعني. تمام، كان في ألم وتندرنس في حته التنميله كده بسبب التروماتيك الخبطه دي. تمام، even after بعد 3 شهور have passed a blame film radiography. عملوا له blame film radiography. تمام، reveal 4 سنتيمتر circumcarbid mass in the soft tissue. غالبا هتبقى بون صح؟ السوفت تيشو adjacent to the humerus، بجنب الهيومرس كده. تمام، the mass contain area of brightness on x-ray. brightness غالبا دي عظم. which of the following terms best describe this process. لما يتحول، لما تتحول حاجه في السوفت تيشو لبون كنا بنقول عليها ميتابليجيا، يعني تيجي تغير من نوع لنوع تاني، فدي عباره عن حاجه بنسميها ميتابليجيا اللي هو السوفت تيشو. لقينا فيه عظمايه، يعني جينا نصور ده وكده لقينا فيه حته كتله 4 سم او حته عظمايه متكونه جوه اللحمه نفسها في العضله نفسها. فاهمني؟ السؤال اللي بعده يقول السؤال ده السوفت تيشو قلنا ميتابليجيا. طيب هنا 2 year old female aspirate a small coin. تمام، يعني بلعت عملة صغيرة كده over the next few days. she develop a cough and become less responsive and sleeps longer periods. her parents also noticed that she felt warm to the touch. تمام، but don't take her temperature. تمام، ده جسمها سخن يعني ما قدرتش حرارة. it's the day following the coin being swelled from her parent find her unresponsible in her bed room. تمام، they call اتكلم الطارئ بقى اللي هو 911 and she is bronchiated او bronchiated dead. طيب او pronounced dead يعني اعلن عن موتها. تمام، at the hospital an autopsy reveals a widespread broncho pneumonia in the right lung and a coin lodged in the right main steam bronchial. تمام، موجودة في ال right steam bronchial nearly completely blocking it. عاملاها قافلاها يعتبر بالكامل. طيب a microscopic section of the bronchus from where the coin was lodged reveals stratified squamous epithelium. ظهر ايه stratified squamous epithelium while appears isn't normal similar to that seen in the inner lining of the esophagus. يعني حصل ميتابليجيا خلايا تغير تحول ل stratified squamous epithelium اللي هو بيسموه PT ميتابليجيا. which of the following process has occurred in the bronchus حصلت ميتابليجيا او اللي بيسموها CT ميتابليجيا نوعها. هنا دراج ريسبتورز ده جي دي فارما كده. تمام، بص انا هحاول اعمل لك ده وحدي بقى اوزج لك الاثنين اللي فات. تمام،